سبحانه وتعالى. انا ما ادري اخوة، لعله بعض الاخوة مالين بهذه الحالة انه يصاب بشكلة بمصيبة اساسا ينسى حتى اسمه، عندما تسأل اسمه شنو يتأمل حتى يجيبك، عندما تسأل فلان قضية ما هي اللي هي من اوضح الواضحات ها تجده انه يقول الان ما استطيع ان اجيبك. فلهذا احنا ذاكرين مرارا للاخوة هذه القضية ان ضغطة القبر تؤدي بالإنسان أن ينسى اسمه فضلا عن معتقداته. فلهذا ذكر في فلسفة التلقين أن الإنسان أن الملقن يذكر الميت إنك فلان يا فلان، يذكره اسم، لأن ضغطة القبر إلى حد، فأنت عندما تقرأ آيات المباركة التي يوم تهل كل مرضعة أما أرضعت وترى كل ذا حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذه بيان القرآن الكريم، الإنسان يندى كل شيء، ضغطة القبر أيضا كذلك. وفي الدنيا أيضا نجد في هذه الدنيا مصادر كثيرة أن الإنسان يصاب بمشكلة بحيطة تجده أنه ينسى كل شيء، كل شيء اسمه ينسى، يمكن أو لا يمكن.